هل هذا العشب مهم سيد أردوك؟ نعم هو مهم جدا جون كوت، مهم لدرجة قطع الرؤوس أو بقائها. جوك توك، عملنا هنا قد انتهى، تنتظرنا الآن أعمال مهمة في قونيا. من يظنون أنني أمير الدولة سيرون أنني الدولة بذاتها. لقد أتينا لنأخذك إلى سيد أرطغرل. ماذا هناك؟ ألم تنتهي محاكمته لي؟ محاكمتك انتهت، ستنال عقوبتك الآن. ماذا يفعل السلطان هنا جوك توك؟ مساعده، قال إنه يستقبل السفراء الذين أتوا من القرم مع حسام الدين جوبان. لن ينسى رجل كالسيد أرطغرل معروفا كهذا أبدا كوستاس. يدين لنا بروحين الآن، أصبح لدينا ورقة قوية تجاهه. لم تستطع إيجاد الخونة الذين نصبوا الكمين لأرطغرل، ولم تحاسبهم على دماء فرساننا أيضا. هل اعتقدت أني لن أحاسبك على عجزك هذا في إظهار قوتي وقوة دولة أمير سعد الدين؟ افعل ما تريده فورا. بل سنتحدث أولا. يجب أن تعترف أولا أنك قمت بهذه الخيانة. سنتحدث بالأمر لاحقا تورغوت. حاليا كن متزنا أمام بهادير، فهو سيهاجمك حتى ينتقم لما حدث معه. أنا تحت أمرك سيدي. تاجر نيكولا، ماذا يفعل مع الجنود يا أتسيز؟ أريس، من الواضح أنه يطلب وحدات من نيقيا. أمامنا وحدة بيزنطية قوية الآن. إن لم نستطع إيقافهم سيكونون في القلعة حين نهاجمها. عبد الرحمن، اذهب بسرعة وأخبر سيدنا بالوضع. وماذا ستفعل أنت؟ سأجد طريقة للتسلل بينهم لأرى ماذا يمكن أن أعلم من التاجر نيكولا. ليكون الله في عونك. يبدو عليهم التعب، ومعهم عربات تحمل العتاد، لا يمكنهم السير ليلا. لابد أنهم سيرتاحون في المساء. عبد الرحمن، يجب أن ننهي الأمر غدا، اذهب بسرعة. حسنا. إن شاء الله سيعالج هذا المرهم الجروح التي سببها ذاك السم. سلمت سيد أرتوك. الحمد لله أن هذه العلة خرجت من أجسادكم وذهبت. الحمد لله. أعادكم الله لنا وأعادكم لبعضكما، مبارك لكما. بارك الله بك أمي، لا أراكم الله ذلك الألم. من فعل هذا؟
كيف تمكنوا من التسلل بيننا هكذا؟ من الذي سممنا في خيمتنا؟ تورغوتان، حاليا لا يوجد دليل، لكننا سنجده. ألبامش محارب السيد بهاتير. طالما أن ألبامش كان ضمن هذا الأمر، إذن لماذا أطلقت سراح السيد بهاتير سيد أرطغرل؟ توجد بعض الأسرار عبئها أثقل من الجبال، إن قلتها قبل أوانها قد تؤذي الجميع. من فعل هذا قتل أسماء وألبامش حتى لا يترك أثرا، لكن لا تقلقا، سأجد من فعل هذا وسأجد كل شخص ساعده بالأمر، عاجلا أم آجلا سأجده، في ذلك الوقت سيعرفه الجميع. ماذا عن كرجسار سيدي؟ لم يتغير أي شيء تورغوت، سنعود إلى قبيلتنا لنخطط لهذا الأمر. أن تبقى هنا تورغوت، فأنت ستصبح السيد. اجمع السادة معا. بهادير غاضب جدا، فكن حذرا. إن كان نارا سأكون ماء سيدي، لا تقلق أبدا. سلمت تورغوت، سلمت. جعلوا دمك ينزف على الأرض، سوف أضيق عليهم هذا الكون. قلل من قيمتي، أنا أم حاربي في قبيلتي أمام كل الأهالي. سيغرقوا هو ومحاربي، سأغرقهم بدمهم، سأجعل أرطغرل يندم على ولادته. انظر إلى أي حال أوصلوا السيدة بهادير وزوجته، حتى النفس حرام عليهم الآن سيدي. لن أتحمل الأمر إن حاولوا غدا جعل تورغوت المشؤوم سيدا على رؤوسنا جميعا. ما هذا الذي تقولينه؟ هل مت ليكون هو السيد؟ هذه الخيمة وهذه القبيلة إن أصبحتا يوما ما لهم سأحرقهما بيدي. من يخرج أمامي سأمزقه بمخالبي وسأرمي جثته للغربان. خرج السهم من القوس. منذ فترة والغيوم السوداء تحوم حولنا، لكن من بعد الآن مصائب الدنيا ستهل عليهم وعلى كل من يعارضني. عندما يعود سانجار مع محاربيه سأهاجم خيمة أسليهان وتورغوت. من نجا من بين يديك قبلا حتى ينجو سيدي؟ سآخذ روحهما بيدي هاتين. في ذلك الوقت أرطغرل سيرى، والكل سيرى من هو السيد بهادير. يجب أن نرتاح هنا قليلا. معك حق، المكان جيد. نعم صحيح، أجل هذا صحيح، لنرتاح قليلا. هيا سوف أنشر الحراس حول هذا المكان. حسنا، هيا لنسترح، لنسترح قليلا. حسنا، هيا بنا. شخص غريب قادم. دعوه يأتي. ما
تكلم، من أنت؟ ماذا تفعل هنا؟ محاربو الرب الشجعان، ليحمكم الرب من كل سوء. أنا تاجر في سوق الخان، واسمي ألفونسو. ماذا تريد أيها التاجر؟ قطاع الطرق كثر، وأخاف الذهاب للقلعة وحدي، فأطلب الإذن لأبقى معكم ليلاً أيها القائد الكبير. تتيامو ألفونسو سفينيتسيانو؟ نو نو سينيوري جينوفيست. برنوتو أركاني. غراتسي سينيوري. خذوا حصان التاجر. إذن أنت تاجر في الخان، ماذا تبيع وتشتري هناك؟ أغلب زبائني هم من الترك، أبيعهم كل ما ينفعهم. أغلب زبائنك الترك؟ إذن أنت تعرفهم جيدا. أعرف عنهم كل شيء. ما تعرفه سينفعني. أيها القائد، سيكون ضيفنا حتى نصل إلى القلعة. خذوا سيفا وسلموه له في صباح الغد. ليحمكم الرب. اسمي نيكولا وأنا تاجر. أرطغرل عاد إلى قبيلته. أخبرني ماذا يقول تجار سوق الخان عن الأمر. الأتراك فرحوا بعودة السيد أرطغرل. وأنت لم تفرح؟ أرطغرل يعامل تجار المسيحيين جيداً. أرطغرل يتعامل بشكل متساو مع الجميع، لكنه تركي وسيبقى تركياً، ونحن لا نريد أن يرأسنا تركي. لكنك تكسب ذهبك منهم، فكيف لا تحبهم؟ من يعمل بالتجارة يعرف جيداً أن المهم هو المكسب. أما النظام لن تجده أبداً في هذه الأرض طالما أن الأتراك فيها. أنت شخص ذكي ومخلص، سيكون حديثنا جميلاً، لكن ارتح الآن، سنكمل لاحقاً. جهز بعض الطعام لأنني جائع. أبطالنا مستمرون بالتدريب سيدي، وبفضلك سيصبحون أفضل. لن يكون كافياً كوستاس، الأتراك يصيبون الهدف بالسهم من فوق الخيل، يرون الموت طريقاً للجنة، وماهرون لدرجة تسلق هذه الأسوار كالعقارب. كل ما نفعله لن يكون كافياً عند بدء الحرب. نيقيا أرسلت الجند وسيضافون إلى قوتنا. بالتأكيد، وبقدوم التاجر نيكولا سأسيطر على التجارة هنا معه كوستاس. قيمة هذا التاجر كقيمة الجيش. هل سيسمح أرطغرل بهذا؟ أنقذت حياة أقرب أصدقائه له، وهو مدين لي. التجارة هي ما سأطلبه، وهو لن يستطيع الرفض. أنا واثق من هذا. عندما تأتي هذه القافلة سنقوى تجارياً وعسكرياً بشكل كبير. وماذا عن بهادير؟ ما هو وضعه؟ أرطغرل سحق كرامته وفضحه أمام الأهالي.
هو مليء بالغضب تجاه أرطغرل. ممتاز، وهو مليء بالغضب ضد الأمير كغضبه من أرطغرل. أصبح كالذئب يريد الانقضاض على الفريسة، وهذا ما أبحث عنه تماما. ماذا تأمر أن نفعل سيدي؟ اذهب إلى بهادير وأخبره أني أريد الحديث معه. ربما هو سيكون شريكنا الجديد. إن حدث ما أفكر به، لن تتخيل ما سيمكنني فعله بأرطغرل. بأمرك سيدي الحاكم. هل حددتم مكان البئر جيدا؟ نعم سيدي، وننتظر إذنك من أجل الحفر. هل مكانه قريب من القبيلة؟ قريب سيدي. سلمت. البئر على وشك النفاذ، سيكون البئر الثاني جيدا للأهالي. أثقل حجارته وأحضر معلم الأحجار إن اضطررتم. بأمرك سيدي. سيد أرتوك، هل قمتم بتحديد مكان لبئر بجوار سوق الخان؟ سيدي، وفقا لأوامرك وظفنا 3 أشخاص من الأهالي ممن هم أهل لهذا الأمر، سينفذون وظيفتهم في أسرع وقت إن شاء الله. سلمتم. ما هو وضع المحاربين بامسي؟ جيد، جيد سيدي، يتدربون ليلا نهارا. أبطالنا ينتظرون الحرب بفارغ الصبر يا سيدي. من بعد الآن ترغوت ألب سيعيش في قبيلة تشافدر، وإن شاء الله سوف يصبح سيدهم. واعتبارا من الآن أنت ستكون مسؤولا عن محاربينا. لقد أصبحت رئيس المحاربين. سيدي، الأمر لك سيدي. بإذن الله سأقوم بوظيفتي على أكمل وجه. سلمت بامسي، سلمت. الحمد لله، رؤيتكم بخير أراحت نفوسنا. من يتجرأ على فعل شيء كهذا لسيدة قبيلة تشافدار وزوجها؟ أخبرانا من، وسوف نقطع له رأسه. نعم سنقطع له رأسه. يجب أن يعاد. هذا صحيح، يجب أن يعاد. أيها السادة، السيد أرطغرل وضع هذا الأمر الآن على عاتقه. نحن الآن لدينا مسألة أهم. قبيلة تشافدار ووحدتها باتت تحت التهديد الآن. يجب علينا الآن تأسيس الوحدة من جديد. هذا صحيح. نعم. يجب أن نعيد تأسيس وحدة. إنه يقول هذا بالفعل. هذا ما يجب فعله. السيد بهادير غاضب جدا، وقد بات يشعر بالهزيمة الآن. نحن نشك بأنه قام بأعمال تدمر قبيلة تشافدار، وتدمر قبيلة الكاي، وتدمر وحدتنا معه. ما عاشه السيد بهادير ليس هزيمة فقط، فقد تمت إهانته وإهانة زوجته أيضا. دمر شرفه. أنسيت ما فعله السيد بهادير بسرعة سيد إيفاز؟ هل نسيت كيف هجم السيد أرطغرل في الخان؟ ألبامش من أعطى السم لأسماء. ماذا؟ هل سمعتم؟ ألبامش محارب بهادير، أتعرف هذا؟ نعم، إنه محارب بهادير. سيد بهادير شيئا. طالما صدقت أن بهادير فعل هذا، لماذا أطلق السيد أرطغرل سراحه إذن؟ السيد أرطغرل فهم أن السيد بهادير لم يعطي السم لألبامش،
وأطلق سراحه، لكنه ما زال مسؤولاً عن محاربيه. كانت غفلته ستكلف حياتي أنا وحياة السيدة أسليهان أيضاً. هذا صحيح. إنه محق. إنه هذا خطأ. نعم بالتأكيد. هذا صحيح. وهناك ما يعرفه السيد أرطغرل، سيشاركنا إياه، لكن عندما يحين الوقت. ما يقع على عاتقنا هو الحفاظ على قبيلتنا. هذا صحيح. صحيح ما يقوله محق. نعم نعم بالتأكيد. ومن أجل ذلك وكوني سيدة لقبيلة تشافدار، أرى من المناسب أن يتم عقد اجتماع ليصبح تورغوت ألب سيداً لقبيلتنا. هل سمعت؟ يجوز هذا؟ هذا معقول؟ ممكن. إنه خيار معقول. سنفكر بالأمر. لا أستوعب الأمر سيدي، كيف يقوم الأمير سعد الدين بهذا؟ كيف يصبح قلبه قاسياً لدرجة أن يسمم شخصين بريئين سيدي؟ عندما يتملكنا الجشع يطير العقل من الرأس ويذهب سيد أرتو. سيدي، أي جشع هذا؟ أيمكن أن يتملك الجشع المرأة لدرجة أن يسمم السلطان؟ لماذا يفعل هذا سيدي؟ يريد أن يتجرد من لباس الأمير ويرتدي بدلاً منه لباس السلطنة. ألا يجب علينا أن نخبر جلالة السلطان عن الأمير وما علمناه سيدي؟ سنخبره أرتو، سنخبره. فور أخذنا لقلعة كاراجيسار سوف أذهب بنفسي لأخبر السلطان بهذه المسألة، لكن حتى ذلك الوقت يجب أن تبقى هذه المسألة سراً بيننا. لا تقلق أبداً سيدي، فأنا أعرف مدى أهمية هذه المسألة. سيد أرتوك، دولتنا وسلطاننا تحت تهديد كبير الآن. باتت إزالة هذا التهديد ديناً علينا سيد أرتوك، وإن حدث لي مكروه ما فأنا أريد منك أن تعرض هذه المسألة بنفسك على السلطان. أمرك سيدي، ليحفظ الله دولتنا وسلطانها مولانا الأمير. آمين آمين. معها نعم. حق السيدة أسليهان تقول الصواب. معها بالتأكيد. حق تقول الصواب. نعم. هذا مقبول. نعم بالتأكيد. إنها محقة. نعم مقبول، السيدة أسليهان تقول الصواب بالتأكيد. إنها محقة. هذا مقبول. والسيد تورغوت أيضا يقول الصواب. نعم نعم بالتأكيد. يا سادة، تورغوت ألب كان رئيسا لمحاربين في الحرب، وقد كسب من الجميع حبهم واحترامهم. حمانا من أعدائنا، وحمانا من الحاكم فاسيليوس، وحمانا أيضاً من مصيبة أخي أورال، وهو رجل جدير بالسيادة، وسيجعل وحدتنا مع الكاي دائمة بإذن الله. هذا صحيح. كلامها صحيح. هو جدير صحيح. وماذا عن السيد بهادير؟ إنه عمك، أيمكن أن يسود القبيلة شخص من غير دمها؟ المسألة ليست بالدم بل بالجدارة سيد إيفاس. وحدتنا تحت التهديد الآن. العدو يتسلل داخلنا بمرور الأيام وبات أقوى الآن. لهذا السبب من الواجب علينا أن نضع سيداً لقبيلة تشافدار قوياً مثل تورغوت ألب. السيدة أسليهان تقول الحق. نعم صحيح. نعم تقول الصواب. قبيلة الكاي وقبيلة تشافدار واحدة، لا يوجد غير ذلك. نحن لتشافدار ونحن الكاي، قبيلتكم هي قبيلتي. تأسيس وحدتي وقوتي هذا المكان باتت دينا في رقبتي إلى الأبد. ليجعل الله من نصيبنا أن يكون سيدنا قويا حتى يقوى الأهالي به. آمين آمين آمين. سوف نعقد اجتماعا بأسرع وقت إن شاء الله. ليكن خيرا إن شاء الله. هذا بالتوفيق إن شاء الله. بالتوفيق بالتوفيق. هذا الأمر جيد. أتسمح لنا سيدي؟ تفضل بامسي.
اجلسا. هل أمسكت بالتاجر يا عبد الرحمن؟ هناك الكثير من الجنود بجانبه. أتسز يحاول الآن التسلل بين الجنود لأخذ المعلومات من ذاك التاجر. أتسز دائما يرمي نفسه في المخاطر، أرجو أن ينجح بذلك. أتسز ذكي وسينجح في خداعهم. لا أظن أن الجنود القادمين مع التاجر هم لأجل حمايته فقط. من الواضح أن أريس قد طلب دعما. يظهر أنه صديقنا ويخفي أنه يحفر قبورنا من خلفنا، لكن ما يخططه سينفعنا نحن. سنضربه بالاحتياطات القادمة إليه. وكيف سيدي؟ أولا سنصطاد جنود تلك القافلة في غفلة منهم بامسي، وسنتسلل إلى القلعة بملابسهم وعتادهم. إذن سنذهب للحرب غدا بإذن الله تعالى. غدا يوم الحرب، سنذهب للغزو. بينما أذهب للاستيلاء على القافلة، ستجهز المحاربين الباقين للذهاب إلى القلعة. الأمر لك سيدي. جهز أفضل محاربين للذهاب والاستيلاء على القافلة، سوف ننطلق فورا. الأمر لك سيدي. كيرجا. تفضل سيد تورغوت ألب. راقب السيد إيفاس، إياك أن تبعد عينيك عنه. إن التقى بالسيد بهادير أخبرني بسرعة. أمرك سيد تورغوت ألب. تجاوزنا الكثير من المحن، المصائب علينا كالمطر، أعدنا من الموت، لكن لم نتخلى عن طريقنا أصليان. وقعت في الكثير من المصائب بسببي، وكنت تفكر بي في كل مرة ولم تفكر بنفسك. كيف سأفيك حقك تورغوت؟ أنت الآن زوجتي أصليان، دمك دمي وروحك هي روحي. سأكون دائما درعا لك من كل المصائب. إن شاء الله من بعد الآن لن نمر بأي مصيبة، ولن يمسنا أبدا أي سوء. حبنا محصن بإيماننا وبوفائنا، ولا يهدم حصنه أي شيء. حبنا لن يصل يوما إلى الزوال. سندفع عنا كل المصائب، وسنقطع كل يد سوداء تمتد إلينا بسوء. أتسمح لي سيدي؟ نعم تعال يا كياتكين. سيدي، خبر من السيد سانجار. لقد استقروا في التلة مع المحاربين وينتظرون أمرك للمداهمة. هذا هو ابن البطل، لقد أتوا في وقتهم.
الحمد لله، سننتهي الآن من كل الحقد والغضب الذي في داخلنا، وسوف يرى الجميع من هو السيد بهادير. سندهمهم ليلة الغد، وسوف أقطع رأسيهما بيدي هاتين. سأصبح سيد القبيلة وسأجعل الجميع يعرفون من هو السيد بهادير. ليس أرطغرل، بل حتى السلطان لن يمنعني عن هذا. كياتيكين. تفضل سيدي. سأذهب غدا لرؤية سانجار والمحاربين، وأنت جهز المحاربين هنا ليكونوا مستعدين للمداهمة غدا. أمرك سيدي. نحن سنصبح السادة هنا يا عزيزتي. يا ربي سامحني، لم أكن لأرتدي هذا لو لم أكن مجبرا، لكنها المهمة. سامحني يا ربي. يا إلهي لا تتحرك. ماذا تفعلين حفصة؟ بامسي، ما حالك هذا؟ حفصة، إنها المهمة، ارتديت هذا من أجل المهمة. سامحيني حفصة. يا إلهي لقد أوقعت قلبي، ظننتك أحد جنودهم. جيد، إن كانت زوجتي ظنت بأنني أحدهم هذا يعني أنهم لن يعرفوني. زوجتي العزيزة، تعالي لأودعك. تعالي إلي، تعالي عزيزتي. حفصة، ما بك عزيزتي؟ أنت ترتدي ملابسهم، فهمت أنها وظيفتك، لكني أشعر وكأنني سأعانق أحدهم. لا تفعلي هذا حفصة، تعالي لأودعك. هيا. لا أنت الآن اذهب، وسأعانقك عندما تعود. هيا ليكن الله معكم. حفصة، أنا عزيزتي، كان يجب أن أودعك قبل أن ألبسها، لكنني تأخرت. حسنا، أنا ذاهب. منبع الشؤم والمصائب المسمى قلعة كارجيسار سنغزوه غدا إن شاء الله. ستعود بنصر يليق ببطل مثلك إن شاء الله يا ولدي، ليفتح طريقك ولتكن غزوتك مباركة. سلمت يا أمي. ليسهل الله مهمتكم سيدي، لأن قلعة كارجيسار حصينة وسيصعب فتحها، تعرف هذا أكثر مني. بيدنا قوتان كبيرتان حليمة، الجهد والتوكل على الله. إن نحن بذلنا للأمر كل ما في وسعنا وتوكلنا على الله، حتى لو كانت أسوارهم جبالا لن تمنعنا من الدخول. الجهد منا والتوفيق من الله. إن شاء الله، إن شاء الله. لقد أصبحت ألوح بالسيف كما أريتني أبي، لقد تعلمت. ما شاء الله يا بطلي، ستلوح بالسيف في وجه عدوك يا بطلي. ستقوم بالبحث عن نقطة ضعفه أولا، ثم تضربها بسيفك. وكيف؟ اجلس هنا. انظر بني، حدث مرة في الماضي البعيد أن تسلط على الأوغوز وحش عملاق بعين واحدة. هذا الوحش كان يأكل 500 خروف ورجلين كل يوم، فهم؟ الأوغوز لم يستطيعوا مجابهته، لكن كان بينهم بطل اسمه باساط القوي الذكي، وهذا الوحش
قتل شقيق هذا البطل وأكله، ولهذا السبب باصات أقسم أن يقتل الوحش ذو العين الواحدة. جميع من حوله قالوا له أنت لن تستطيع قتله، لكنه حمل سيفه ودرعه وانطلق فورا باتجاه كهف ذاك الوحش العملاق. وهل قتله أبي؟ انتظر. باصات عرف أن نقطة ضعف الوحش هي عينه الواحدة. اختبأ في مكان ثم أشعل ناراً وقام بتسخين سيفه عليها، فاحمر سيفه، وعندها ذهب وغرسه في عين الوحش. ذاك الوحش تألم وصرخ بشدة لدرجة تهز الجبال. باصات بعد أن ضربه في أضعف نقطة لديه أخذ سيفه وقطع رأس ذاك الوحش. إنه بطل كبير أبي. من يعرف عدوه ويحفظه يكون بطلا دوما بني. ستضرب عدوك في أضعف نقطة، تماما كما فعل باصات مع ذلك الوحش ذو العين الواحدة. هل فهمت؟ نعم فهمت أبي. ما شاء الله. هيا الآن اذهب ولوح بسيفك، فأنا لدي عمل. في أمان الله بني. في أمان الله يا أرطغرل. أمي، لماذا لم يأخذني أبي معه إلى القلعة؟ أريد أن أحارب معه. أي قلعة هذه غوندوس؟ اترك سيفك واذهب إلى فراشك. هيا. والدك سيأخذك إلى الصيد صباحا. نم أنت الآن ليحل الصباح. هيا بنا. عن إذنك أمي. إذنك معك يا ابنتي. هيا.